نقل سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الصديقة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، وتمنياتهم لحكومة وشعب المملكة المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال تقديم معالي الشيخ فواز بن محمد بن خليفة الخليفة أوراق اعتماده إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية بدرجة سفير مفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. من جانبها عبرت جلالة الملكة إليزابيث عن تمنياتها لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بمزيد من التطور والتقدم في كافة المجالات، متمنية لمعالي الشيخ فواز بن محمد بن خليفة الخليفة كل التوفيق في مهام منصبه الجديد بما يخدم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدة على توطيد العلاقات البحرينية البريطانية لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.